الوصول للدولة الاجتماعية يقتضي أولا تعاقد اجتماعي. لا أتحدث هنا عن العقد الاجتماعي لدى القانونيين، لأن هذا مطلب آخر، لكن أتحدث اليوم عن التعاقد الاجتماعي بين القوى الحية. حينما أقول القوى الحية، فيها أحزاب، فيها جمعيات حماية المستهلك، فيها المؤسسات العمومية، فيها، بمعنى يجب أن يكون تعاقدا، وليس فقط أن نقول بضربة لازم بأنه سيمكن تحقيق الدولة الاجتماعية، لأن كما سبق في الاستهلال هي صيرورة مجتمعية. المسألة الثانية، لابد من سياسات عمومية خاصة في المجال الاقتصادي تكون تشاركية، تشاركية من حيث الصياغة، وتشاركية من حيث التقييم والتقويم والافتحاص والتدقيق. لأن إشكالنا الكبير أحيانا، وحينما أقول إشكالنا، لأنني أجد نفسي وكأن وفي هذه الدولة ومع هذه الدولة، المغرب في الدماء، فلا بد أن يتبوأ المرتبة التي تليق به، التي تليق بمقدراته، التي تليق بموارده، التي تليق بإنسانه، بإنسانه. وهنا الدولة الاجتماعية يعني مجموعة من المراسم مشكورة الحكومة على مجهودها يعني خلال 3 أشهر لإخراج مجموعة من المراسم وإلى تفعيل آخر ما سمعته اليوم، وهو أن هو هذا يعني الـ الـ يعني الـ دمج المنصات الرقمية أو التقائية المنصات الرقمية ما بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية فيما يرتبط بالولادات، لكي يتم دمج مثلا كل مولود جديد في إطار التغطية الصحية. هذا جميل، لكن يستدعي أن نستمر، والاستمرار لا يكون إلا برشاقة الإدارة وبقربها وبفاعليتها. أخيرا، وهذا مهم في منظوري، الدولة الاجتماعية يجب أن تكون عابرة للأجيال، عابرة للأجيال، لأنه لا يمكن أن نمول أوراش الدولة الاجتماعية اليوم بالمديونية وأن نتركها للأجيال القادمة. أشكركم لحسن استماعكم، وكل آذان صاغية لأسئلتي من يتابعونا وأسئلتكم.